ثم قال سبحانه وتعالى عن هذه المعركة، قال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس. هم مناقصين، هم فيهم البطر وفيهم الرياء وفيهم الكبر وفيهم هذا، ثم جاء الشيطان صار يشحذ هممهم ويقوي بأسهم ويزيدهم بطرا. لا غالب لكم اليوم من الناس، أبدا ما حد يغلب أنتم، ما حد يغلبكم، لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم، أنا معكم أيضا. يعني أنتم 1000، كانوا 1300، قال أنتم 1300 وأنا معكم أيضا، وأنا جار لكم، أي معكم، أساندكم، أنصركم. والمشهور في كتب التفسير أنه في طريقهم إلى بدر يمرون على بني بكر وبني كنانة، فجاءهم وكانوا يخافونهم، لأنه العرب بينهم يعني مشاكل بعض قبائل العرب، فيخافون منهم أن يهجموا عليهم، هم الآن يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءهم الشيطان، قال أهل التفسير، في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، وكان من سادات القوم، فجاءهم الشيطان في صورته وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. أنتم خايفين من بني بكر وكنانة، أنا عن بني بكر وكنانة أقول نحن معكم. فزادهم بطرا إلى بطرهم، فجاءهم الشيطان بصورة سراقة وقال: إني جار لكم ولا غالب لكم اليوم من الناس. يقول الله تبارك وتعالى: فلما تراءت الفئتان، أي فئة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وفئة قريش، لأنه في هذه الفترة لما جاءت الرسالة من أبي سفيان، الله أعلم جاءت الرسالة قبل أن يأتيهم سراقة بن مالك أو بعد أن جاءهم سراقة بن مالك، لكن لما اطمأنوا إلى أن العير نجت وقال أبو سلمة: لقد نجوت بالعير وسلم الله أموالكم فارجعوا، وقال أبو جهل: لا نرجع. هل كان هذا القول من أبي جهل قبل أن يأتيهم سراقة بن مالك أو الشيطان في سورة سراقة أو بعد ذلك؟ الله أعلم، لكن لا يضر. المهم أنه رجع 300 من جيش المشركين، وهم بنو زهرة وبنو عدي، رجعوا قالوا: نحن لا نريد القتال، طالما أنه نجت العير لماذا نقاتل؟ نرجع، أو لن يكون هناك قتال، نرجع، انتهى الأمر. أبى أبو جهل ومن معه إلا أن يبقوا، وجاءهم سراقة بن مالك إما قبل هذا وإما بعد هذا. المهم أنه رجع جيش المشركين إلى 1000، وجاءهم سراقة بن مالك فقال: إني جار لكم ولا غالب لكم اليوم من الناس. يقول الله تبارك وتعالى: فلما تراءت الفئتان، أي قابل المسلمون المشركين، نكص على عقبيه، أي رجع القهقرة. من؟ الشيطان. هنا قولان لأهل العلم. القول الأول أن الشيطان جاءهم على صورة سراقة ابن مالك، وهذا هو المشهور عند أكثر المفسرين. القول الثاني أنه ما جاءهم في صورة أحد، وإنما كل هذا وسواس في قلوبهم، يوسوس لهم الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يشجعهم من الداخل. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، لكن على قول أكثر المفسرين لا، جاءهم على صورة سراقة وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان رجع نكص على عقبيه. وفي رواية أنه كان ممسكا بيدي أو ممسكا بيده أحد المشركين فنزع يده منه ونكص على عقبيه، قال: ما لك يا سراقة؟ قال: إني أرى ما لا ترون، وهرب. إني أرى ما لا ترون، هذا ليس سراقة وإنما هو الشيطان تمثل بصورة سراقة، وهذا طبيعي جدا أن يتمثل الشيطان بصورة
البشر هذا وارد، كما تتمثل الملائكة كذلك صورة البشر، والجن كذلك تمثل، والشيطان من الجن. لكن على كل حال المشهور أنه تمثل بصورة سراقة، وقيل لا هو وسواس قذفه في قلوبهم. يقول الله تبارك وتعالى: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. قالوا إنه رأى الملائكة، رأى الملائكة نزلت تقاتل مع المسلمين في هذه المعركة، وهذا ثابت أن الملائكة نزلت تقاتل مع المسلمين في معركة بدر، وقد مر بنا هذا. قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهذا شبيه بقول الله تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذاك جزاء الظالمين. فكذلك هنا الشيطان سول لهم وأملى لهم وشجعهم على القتال، ثم لما وقع القتال أو اقترب الفريقان نكص على عقبيه، أي رجع القهقراء، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.